انت وصاحبتك فاش غتحلوا قناه ديال الطبخ في يوتيوب؟ اوكي اوكي زاجر مات الحوت طاود الحوت وانتم معانا ناري يا خويا واه يا ربي في الاول كانوا كيصوبوا هذيك السريدنات وداك الشيء والله الا بنانين عرفتي ملي يطيحوها بحالي انا اللي طحت ليا دابا والله ناري فكرونا في ايامات كانت كتجلى لنا كوره هذه بنت بنت غتمشي تجيب الكره اوكي اوكي شو هادي يا غطيح والله الا غطيح ما نحلفش ولكن هادي غطيحه غطيح كل نضحك فاش كنجيب شي واحد طاح ولا شي حاجه كنقول شنو طرالو شويه كنتفكر انه طاح عاد كنبدا نضحك دراري ما تضحكوش على بحال هذا الشيء اللي ضحكتي التبلة يو دراري ودريات السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد اتونسيون اتونسيون راني ما تعطلتش والله ما تعطلت كاين اللي يقدر يلاحظ اني ما عنديش لي باك اليوم مشيت عند طبيب اسنان قال لي انت غنعاود لك هادشي كامل من الدونتيست لهنا اليوم الدراري عاوتاني جبنا لكم احسن الفيديوهات واحمض الفيديوهات اللي فيهم الكرينج كلشي مجموع في هذا الفيديو كمل الفيديو حتى الاخر فيديوهات انت اللي كتشوف هذا الفيديو انت اللي كنهضر معاك انت شحال هادي ما وصلنا ل 20000 لايك دير واحد لايك ما تقولش واحد اخر يديرها ديرها انت وهبط لي كومونتير فرقع لي كومونتير دير شحال ما بغيتي يدير لي كومونتير كيف عارفين الدراري كاملين هاد الوقيته فيها المونديال سووا الماتشات اغوغو من وان اكس بيت يمكن لك تسيبورتي الفرقه ديالك وتربح فلوس كنهضر مع الناس اللي ديجا انت غيسيب هاد الدومين وقبل هادشي كامل خصها تكون عندك اكثر من 18 عام ولا بغيتي تربح 130 دولار بطريقه سهله هي تستعمل الكود برومو ديالي هذا فاش تكون كتسجل يمكن لك تسجل من السيت ولا لابليكاسيون كلشي غتلقاه في الديسكريبشن وخلينا ندوزو للفيديو ليتس جو الدراري خلينا نبداو باول فيديو شغال عندك انا كيفاش وصافي قالوا الدراري معايا قروده هما اللي غمصوا غضبال في التيران الا جات عنده كره غير نساها نسى ها وقيلا شفتوا هذا الفيديو اي خطبها شي شي خدفع له المدام كدفع له المستقبل دفع له المستقبل ديالو مرة ما عارفش ما عارفش ذات از ذا بيست برانك ايفر وليت شو وا على برانك الصاط اخوتي هذه كاميرا كاشي ولا حيت اللي ما فهمش عاود هذه اللقطه باش يولي يشوفها راه وليت بزاف كيلحوا لهم الماكله ما كيسقلوهاش حتى هما شي قبطه شو هذا اجي 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 لهنا شويه والله حتى هاد الحيوانات شي حوايج كيديروا بالحيوانات والله حتى كتقول واش هادو كيفكروا بحالنا والله الا هادشي في شكال مالي هادا ما فهمتش الصراحة ما فهمتش وقيلا خلعوه بشي لعيبة وتمو هاربين هو اون ديكابي وناض العذاب العذاب مجموعتين من طيور البطريق صادفوا بعض في الطريق سلفوا شوي وكملوا طريقهم بس واحد راح مع الشل الغلط وصديقه رجعه زعما تلاقى واحد تلف ورجعوا صاحبه فين نشوفوا فين نشوفوا فين هو اللي تلف فين هو اجي من والله شي الحيوانات راه مشكل اصاحبي راه مشكل بزاف تلف له البيست فريند ديالو الدراري واش عمركم شفتوا الرسوم ديال الهنود اليوم تشوفوهم شفتوا الافلام ما شفتوش الرسوم تشوفوهم دابا دابا هاد الشيء غتوريه لدري في عمره 4 سنين 5 سنين باش حبلو القرطاسة بصح راه تقدر تدخل لك من ودنيك وتخرج من الود الاخر راه الهنود داكشي علاش مكلخين شويه راه كيقول لك انت هندي زعما انت مكلخ والله ما فهمت هاد الهنود باش كيفكروا في الله دي سي الين ريلي ميد ات سيلف ات هوم قال لك اسيدي هادي تسبعد الماء ولا ما عرفت شكون هذا قال لك داير راسو بحال راه في الدار زيد دخل دخل من البحر هو دخل من البحر دخل للبيسين بيسين ديال شي اوتيل ولا كيطلع داكشي ساهل تخلع جايب باش يتبرونزا خويا مالي هاد النهار كيطلعوا ليا الحيوانات اصاحبي وحق الله ما فهمت شي حاجه اصاحبي ما يمكنش شعلوا العافيه هادو المهم بحال اللي كيوريوك شي اختراع ما شي اللي قريت ما فهمتش مزيان الصراحه هادي اش كدير انت اش كدير واه
كديتكت العافيه هذا واش مطار ولا شي شنو مطار وقال كديتكت العافيه ديريكت كتضرب بالماء تخيل معايا تشعل شي بريك كتكون باغي تشعل شي كارو راه غنضربك غادي تصونطريك تقول لك قطع الكارو قطعك هذه خصكم ديروها في الحومات كاملين هذه حتى واحد ما يولي يكمي ابي اعرف وين كان عقلي لما كنت اشاهد هذه الاشياء اللقطه ديال طوم ونجيري عارفينها كاملين شنو الغريب في الامر ناري ناري سند نيوز تراري لا 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 ما نظنش ان هذه اللي كنت كتطلع ما عرفتش الدراري ولا ما عرفت اللي عارف يكتب لي الدراري في كومونتير لا لا ما نظنش الدراري كذوب كذوب اللي عنده اللقطه الحقيقيه يمشي يصيفطها لي في انستغرام الدراري طاقيني في انستغرام انا كنقول كذوب اللي ما عرفش الكتابه اللي كنطالع تما راه محدي ما ندير ليه سير لجوجل ترانسليت ولا سير شي ترجمه ستوري الامهات يوم الجمعه استغفر الله وحق الله الا بصح هذا الفيديو بالضبط نعت عند من شفته والله دارت لو كونفليكس لو كونفليكس لو معش نسميش كملت ليه غير الفطور الحمد لله يا حمد الله كيشبه له صاحبي خوتي راه هذا هو حمد الله بصح حمد الله اللي كيلعب دابا في المغرب راه ما دار والو راه هو هذاك ديال المزور هذا هو بصح راه مازال انايا مريح دابز معاه شحال هذه جاي يشرب قهوه ما ولاش رجع والله انت كيشبه له هذا كنديرو في مينياتير راك طفيتيها راك طفيتي العافيه راك طفيتيها بصح تراري شي فري فاير اش كدير تراري شي فري فاير اش كدير باي ذا واي دري حليت واحد لاشين فري فاير تلقاوها في الديسكريبشن اللي بغى يجي راه المهم نقلح فيها فيديوهاتي فري فاير وكندير فيها ستريمات اللي بغى يجي مرحبا الله طولتي والله الا طولتي بالله والله الا طول مال هذا مال الحيوانات اللي كيطلعوا لي هاد النهار وجاءت سكرة الموت بالحق هذا مات صاحبي وقت او ماي جاد هو ايت بيرد واز لافين ات هيم طير كيضحك عليه بيحاول يدير لي بيتزا النار الفيديوهات اللي طلعوا لي فيهم غير الطيور الحيوانات ما فهمتش رجعي هذا فيضان الدراري ناري البنت هذه بقاو عليها رجعي سحب لها ما يديهاش والله الا داها الواد صاحبي داها الفيضان هاد البنت عميقه شويه بقاو عليها رجعي رجعي درت لهم لا غادي نزيد حطت رجليها ما لقاتش راسها فطا دابا شكون يشدها شكون يشدك شكون بدون اهداف ام حنان من مدينه اكادير العمر ديالي من 89 مزدوجة وعندي ثلاثة الأفطال ثلاثة الألفاظ ثلاثة الأطفال ثلاثة الأبطال ثلاثة الطفل طاطافات طفل طاطافة والله أخوتي لا ما عرفتش ما نقول على هذا الفيديو ولا قلتي حاجة غنتسمى أنا ما مزيانش هي ولا ماشي هي ولا ماشي هي الدراري وهي الصراحه راه كتشبه ليها ولكن راه ماشي خونا كيسيني تقول له انا راه هي هذيك اللي كتقلب عليها عاوتاني الحيوانات انا نوع هذا الكليب كيطيح صاحبي بحال اللي طاحت شي كره صغيره بحال اللي ما طاحش كتسمع والو غنريحو غير شويه في الزرده والله ما نقيسك هو بعد دقيقه احسن معلق في الكون يا راه كيقولوا له دابا راه ما كاينش هو جالس كيشوف فيهم عارفهم كيضحكوا ولكن ساينو ساين قلت لها صوريني حدا ديك البلاصه زعما فين راه كاين هو هما ديجا مصورين واحد التصويره قبل انتم تشوف شتو الدراري فهمتوا هو واحد شافها
Sit down. شيل برانكات صاحبي، شيل برانكات. عاودت الفيديو اكثر من مره. شو وجهها كي داير؟ شو قند ناقص يخطفو؟ فاش كتبغي تعاوني ماماك في شي حاجه؟ هذا هو انا، والله الا هو انا بالله. شحال هادي ملك صغير، شي حاجه خصها قيصه وحده وتخسر. ديك القيصه كنكون انا هو هاد العبد المذنب، تيجي كيدير لها طق باش كتخسر وكناكل قطعه العصا. راه ديجا عاودت على شي واحد ستوري تايم، سيرو قلبوا في لاشين تلقاو. هير 5 سكند افتر سيين اتس هير فيرست تايم. او ماي جاد. خلاص اصلا هاد الفيديو كيهضر على هادوك اللي كيقول لك انا اول مره. انت في باري؟ صافي. راك في باري بصح. لا ما كناش به. لا حبس تانتا بجوج ثلاثة. الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم. كان هذا هو الفيديو الدراري، نتمنى يعجبكم. مكرهتش انت اللي كتفرجها بدير واحد اللايك، وتشير تفرج فيديوهات الاخرين الدراري اللي ماشي التفاعل بدا يطيح. دير الماكسيموم ديال الكومونتير باش يتغي كومونتير الفيديو. كان معكم اسامه